هذاك احسن طعم تصيدون به الاشياء العملاقه المفترسه، السمك المفترس. هذا الشاد هذا نشويها مثل ما هي، مثل هالوضعيه هاي، ونقدر نسويها قطع كل شيء. شكل يا لوز. قوية 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 قوية. أحبائي متابعين قناة أشياء صغيرة بالحياة، اليوم متوجهين إلى بحيرة ما تبعد هواية عنا. راح نحاول خلال ساعة زمان نصيد أكبر قدر ممكن من السمك، ونحاول ننظف سمكة واحدة. راح ناخذ واحدة والباقي رجع بالمي على قد كفايتنا. خليكم ويانا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو وان شاء الله تتونسون ويانا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك. طبعا كل اشبرناه هناك دائما يكون الكارب موجود يم الفيجيتيشن، المكان اللي بيها زرع الظل يتجمع هناك على شكل مجموعات. فدائما نحاول نشمر الشوص مالتنا محاذاته موازاته قريبا عنده، حتى نضمن انه راح نحصل شيء. فبالمكان المفتوح اذا اكو هيك شيء راح تلقونه، اما بالبعيد جوا هذا الفي مال الاشجار او هنا. المشكله هناك صعبه، ما عندي اي طريقه للوصول لديش منطقه الا اذا لازم عندي بلم. بس هنا هم اكو، فدائما يشمر هنا الشخص. ما اعرف شلون هاي السمكه الشبكه عاقده. خلينا نشوف اكو سمك. لا اي حبيبي، نحاول نشمر. شش لا تطلع صوت حتى ما تخوف السمك. لا تطلع صوت، ابقى هنا بابا. اوكي شوف هذا. صدقنا واحدة الأخ. اي هاي واحدة الأخ. ايش هذا؟ احسن طعم تصيدون به الاشياء العملاقة المفترسة، السمك المفترس. هذا الشاد. هسه نرجع للسنارات ونشوف نشوف شنو الفيلم. اكو شيء ماكو شيء. وابقوا ويانا احنا، والله الجو حلو بقصة برد. بعد ان تقريبا اقل من ساعة على الغروب، ساعة اقل من ساعة لحد ما تغرب الدنيا. فاحنا نحاول هسه ننتظر ونقعد نتفرج ونتونس على الجو ومنظر حلو. قوية 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 قوية. نحاول نسحبها لهنا. Whoa! It's a diamond, baby! It's a small one! Really?
big. How is it that strong? Mama, I think that. أربعة فاون. أربعة فاون. نشوفه. هاي بسرعة موتها حتى ما تتعذب. كل مكان نبتلها بسرعة. هسه نخليها بالمي حتى شنو؟ تذب الدم مالتها. شوفوا دم 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 ينزل. شوفت لخن طلع على السمكه ونظفها نقشرها. عندي هاي العتله بدي اجربها اول مره اشتريتها مو غاليه يمكن دولار ونص دولارين من وول مارت اللي عايشين بامريكا يمكن يقدرون يلقوها مرات حسب الفرع مال وول مارت مو كل الفروع بيها. نجربها انا اتخيلها للحراشف الصغار الكشور الصغار بس الحراشف التخينة مثل مال الشبوط الكارب شوية صعب يمكن نجرب نقشرها بيه ونشوف شو راح يصير شكلها. هاي ننتظر شوية بعد السمكة تذب دمها كله. خليه والله خوش عتلة شكلها. وخروا وخروا حتى بيسرع عليكم بابا. يلا حبيبي خليها بيت. وخرت ادس شنو تجي عليك حبيبي. Shad, I want to cut its head. Lord, what is inside? Oh, is that a female? Was that a female? No, it's a male. Oh, so it won't have any eggs. Mm. So what is that? A male. Then what is that? هاي الأجز مال ميل. Okay. So إحنا ضفناها طلعنا مصارينها الطريقة كل سهولة نفتحها من فوق مو من جوا. نقدر نسقفها نقدر نشويها مثل ما هي مثل هالوضعية هاي ونقدر نسويها قطع كل شيء شكل يا لوز. هاني مقشرها بالسقف ما يحتاج نقشر لأنه بالسقف نحطها على النار بظهرها القشر كله القشور والحراشف كلها شو اسمه كلها تروح. بس هسه احنا ناويين نقليها ف قشرتها مثل ما تشوفون. والله هاي العتلة قوية خوش عتلة. هاي السنارة ضربت هاي خوش عتلة هاي مال تقشر تقشر القشور تقشر الحراشف. سنة سمكة بعدها لا ما يندرى نشوف
اي بعدها You said it was a giant catfish. Yeah. It's another small spot. It's actually even smaller. Yeah. Oh, it's so tiny. No. كل مرة نفس الغلطة. لا جيبيها خلاص زين. عفية أربع فاون نفس الشيء هم أربع فاون هاي يعني ثمانية مجموعة. شكرا جزيلا أحبائي المتابعين والمشاهدين، إن شاء الله الفيديو عجبكم، راح نسوي فيديوهات ثانية بعد أحلى وأحلى وبأفكار جديدة وأقوى إن شاء الله. أريد دعمكم، لا تنسونا بالاشتراك وباللايك، وإن شاء الله تجيكم فيديوهات هواية أحلى إن شاء الله بالمستقبل. خليكم ويانا ونشوفكم بفيديو جديد.